أخبار اليوم. السؤال الثالث: ألف، أكتب العبارات الآتية في كراسة الإجابة بعد تصويب ما تحت خط. أن انخفاض درجة الحرارة في الصحراء فإن السلاحف الصحراوية تلجأ إلى الخمول الصيفي. طبعا سعادتك هتلاقي انخفاض الحرارة فتقول له لا بيات شتوي، لا، السلاحف الصحراوية بتلجأ إلى الهجرة. خلي بالنا من السؤال ده مهم. استهلاك الفرد من الطاقة في الدول المتقدمة يزيد بمعدل 6% سنويا، طبعا الإجابة خاطئة، 3% سنويا وليس 6% يوميا. رواسب التين الأحمر البركاني تميز البحيرات المالحة. الطلبة تلاقي البحيرات المالحة يقولوا لا البحيرات العذبة، الإجابة خطأ. رواسب التين الأحمر البركاني بيميز منطقة الأعماق السحيقة للبحار. يتحول صخر الجرانيت بالضغط والحرارة إلى صخر متحول يعرف باسم الجرانيت، يتحول إلى النيس. تقدم العالم فيجنر بنظرية تكتونية الألواح. فيجنر صاحب نظرية الزحف القاري أو الانجراف القاري. به يعتبر الجليد الطبيعي من المعادن. لما يديني أي نوع ويقول لي معدن يبقى أطبق عليه شروط المعادن. جليد الطبيعي من المعادن لأنه مادة صلبة وغير عضوية، تتكون في الطبيعة ولا تركيب كيميائي محدد ولا شكل بلوري مميز. 2، نشأة البحر الأحمر. البحر الأحمر بيتكون نتيجة صعود المجمى أسفل اللوح القاري الأفريقي. فلما صعد أسفل القارة الأفريقية حدث تفتق للقارة الأفريقية. لما تفتقت القارة الأفريقية نشأ حوض محيطي ببطء شديد، كان سبب في تكون البحر الأحمر، والذي ما زالت جوانبه حتى اليوم مستمرة في الإزاحة بمعدل 2.5 سنتي لكل سنة. مناطق المستنقعات خلف دلتوات الأنهار من أهم الأماكن التي يمكن وجود الفحم بها. ليه يا جماعة؟ منطقة المستنقعات بتبقى ظروف ملائمة لعملية التمر. إيه هو التمر؟ الدفن السريع للأنسجة النباتية بمعزل عن الهواء. طب لما تدفن الأنسجة النباتية بمعزل عن الهواء بتتبخر المادة الطيارة، وبالتالي يتركز الكربون متحولا إلى فحم. بعض الأنهار تعيد شبابها بعد الوصول إلى مرحلة الشيخوخة. نعم، نهر وصل لمرحلة الشيخوخة، بدأ يكون معدل الترسيب أكبر من معدل النحت، بدأ يرسب ما يحمله من حمولة. يعني يعيد شبابه، يعني يبدأ في زيادة سرعته من جديد، يبدأ في نحت ما سبق أن رسبه. حاجتين يخلوا النهر يعيد شبابه. أول حاجة، إما يلاقي النهر عائق أو طفح بركاني يعترض طريقه. طب اشمعنى لما يقابله طفح بركاني؟ عشان المسافة بتقل. لما المسافة بتقل السرعة بتزيد. لو احنا افترضنا ادي النهر قابله عائق او طفح بركاني، فالمسافة صغرت. لما المسافة صغرت السرعة تزيد، يبدأ في النحت من جديد. او حركات ارضية رافعة قرب المنبع. لو في حركات ارضية بترفع المنبع، فبالتالي يؤدي إلى زيادة السرعة، وبالتالي يبدأ في النحت من جديد، ويقال أن النهر مجدد لشبابه. تصل الموجات الزلزالية الطويلة متأخرة إلى محطات الرصد ويعزي إليها الدمار الشامل. السؤال مكون من شقين. ليه الموجات الطويلة بتوصل متأخرة؟ بتوصل متأخرة عشان ما بتمشيش في خطوط مستقيمة، بتمشي في خطوط متعرجة. وطالما وصلت في خطوط متعرجة مش هتوصل بسرعة، بتنكسر إلى أعلى وإلى أسفل. طب إيه اللي بيخليها تنكسر إلى أعلى وإلى أسفل؟ قال لي لأن الجزء الخارجي من الأرض قليل الكثافة وغير متجانس. ومعنى غير متجانس يعني مش كله من نوع واحد من الصخور، عشان كده بتوصل متأخرة. ومع ذلك بيعزي إليها الدمار الشامل، لا تنتشر بالقرب من المركز السطحي للزلزال، انتشارها قرب سطح الأرض، عشان كده بيعزي إليها الدمار الشامل. جيم في السؤال الثالث: واحد، لديك عينة صخرية تحتوي على معادن كولينايت وطين وكوارتز، اشرح كيف تكونت تلك العينة. لو انا بصيت كده للعينة فيها كولينايت وطين وكوارتز، هفتكر اثر حمض الكربونيك على صخر الجرانيت. كنا قلنا لما بينزل حمض الكربونيك على صخر الجرانيت بيتحول الفلزبار الى كولينايت، والمايكا الى طين، والكوارتز هو المعدن الوحيد الذي يبقى دون تحلل. ده بنراجعها مع بعض. قلنا الكوارتز ما تأثرش ليه؟ عشان ظروف تكوينه تشبه ظروف السطح، فقلنا تركيبه الكيميائي وخواصه الفيزيائية تجعله ثابت لا يتأثر. وقلنا المايكا تحللت إلى معادن من فصيلة التين. وقلنا الكولينايت هو أضعفهم، بيتأثر بحمض الكربونيك. قلنا هو خليط من سيليكات ألمونيوم وصوديوم أو بوتاسيوم. تحت تأثير حمض الكربونيك
بيطرد جزيء سيليكات وايون من الصوديوم او البوتاسيوم ويتحول لمعدن جديد اسمه كاولينايت. انا بقول الكلام ده كله ليه؟ عشان اعرف اثر حمض الكربونك على صخر الجنين. كان السؤال اللي عندي، لو انا عندي عينه فيها كاولينايت وتين وكوارتز اشرح كيف تكونت. اقول له اذا العينه كانت صخر جرانيت وتاثرت بحمض الكربونك فتحول الفلزبار الى كاولينايت والمايكل تين، والكوارتز هو المعدن الوحيد الذي بقى دون تحمل. نمره 2، عرف كل من واجهتي الطيه. لو انا رسمت طيه وشفت فين الواجهتين، خلي بالنا لو انا رسمت طيه اهو قلنا ده اسمه المستوى المحوري اللي قسمها نصين متساويين، وده اسمه محور وده اسمه جانب، ده اسمه وجه الطي. وجه تي الطي بقول جزء الطي الامامي والخلفي، بس بشرط ننظر للطي في اتجاه عمودي على المستوى المحوري. ده المستوى المحوري، ده العمودي عليه، يبقى ده وجه الطي. بعد كده ظاهره التنوع البيولوجي، بقول ان ثبات التوازن البيولوجي في اي نظام بيئي مرتبط بتعدد الانواع المتعايشه. كل ما تبقى فيه انواع كثيره عايشه مع بعض معناها النظام ده فيه توازن اكتر. السؤال اللي بعد كده، فاكتب ما تعرفه عن الالسنه. الالسنه تتكون نتيجه تلاقي طيارين ماشيين في الاتجاه المعاكس تقريبا، فما يحتكوا ببعض السرعه تقل فيترسب عند خط احتكاكهما ما يحملاه من حموله. وقد تتكون الالسنه عند مصبات الانهار، يعني ممكن بين نهر وبحر يتكون لسان. الدبال ينتج من تحلل اوراق الاشجار المتساقطه ويكون تربه خصبه، وده احدى الحاجات اللي بيزود خصوبه التربه. وكده يبقى خلصنا السؤال الثالث.